شهد الأسبوع المنصرم عدداً من الأحداث الميدانية وأخبار سارة تتعلق بشأن بعض الإفراجات وأخرى محزنة عن اعتقالات قام بها النظام الخليفي. وبين هذا وذاك، خرج ثوار البحرين في عدد من التظاهرات احتجاجاً على الانتهاكات المتزايدة للسلطات الأمنية وتأكيداً على مطالب الثورة. ففي بلدة أبو صيبع خرج الرجال والنساء في تظاهرة حاملين أعلام البحرين ويافطات عليها بعض الشعارات وصورا لبعض المعتقلين، وطالب أهالي أبو صيبع برفع الإقامة الجبرية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم. أما في المعامير فقد خرجت تظاهرة تندد بالنظام الخليفي، وقد سرعت السلطات الأمنية في قمع التظاهرة بالغازات الخانقة والرصاص الانشطاري، وقد اشتبك الثوار مع المرتزقة على مدخل البلدة، وقد شارك عدد من النشطاء ومنهم آباء الشهداء في زيارة المفرج عنهما محمد المسجن وعلي الصائغ، وتقدم آباء الشهداء لتقليد المفرج عنهم إكليلا من الورود لصبرهما. يذكر أن محمد المسجن قضى 5 سنوات في المعتقل.